بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم راح نحل المعادلة من الشكل 2x ناقص 8 كل قيمة مطلقة ناقص 6. أول حاجة نعملوها في لحل مثل هكذا المعادلات، نقوم بالتخلص من العدد المضروب في x. نقوم هنا بإخراج 2 كعامل مشترك، 2 في x ناقص، وحنا تولي عندنا 4 كل قيمة مطلقة ناقص 6 وتساوي 0. ثم نرد 6 من الجهة ملي في الطرف الثاني، هنا عندنا قيمة مطلقة 2 في إكس ناقص 4 كل قيمة مطلقة وتساوي 6. كي نرد 6 للطرف الثاني تولي موجبة. ثم نخرج الاثنان قيمة مطلقة 2 في قيمة مطلقة لإكس ناقص 4 تساوي 6. هنا طبقنا الخاصية قيمة مطلقة لأ في ب تساوي القيمة المطلقة لأ في القيمة المطلقة لب. وعندنا قيمة مطلقة لإثنان تساوي 2، قيمة مطلقة لإثنان تساوي 2 في إكس ناقص 4 وتساوي 6. بقسم الطرفي المعادلة على 2 نجد القيمة المطلقة لإكس ناقص 4 تساوي 3. وهذا عبارة أم والمستقيمة أم يساوي 3، حيث أن أ فاصلتها زائد 4 وآن فاصلتها إكس. هنا عندنا إكس ناقص 4 قيمة مطلقة تساوي إلى إكس ناقص زائد 4 قيمة مطلقة. بالتمثيل على المجال تاعنا، عندنا 0 1 2 3 4 5 6. نمثل الآن نقطة 4، نقطة أ التي فاصلتها 4 هاي نقطة أ، ومن بعد نمشي بثلاثة على اليمين بثلاثة على اليسار. عندنا 1 2 3 صافي، هذه نقطة أم ومنا 3، 1 2 3 هنا تكون نقطة أم، ومنه حلول المعادلة 2x ناقص 8 لكل قيمة مطلقة ناقص 6 هي 7 و1، S وتساوي 1 و7. وهنا برك باش نتأكدوا من صحة النتائج المحصلة، نقوم بالتعويض في المعادلة الأولى. عندنا 2x ناقص 8 كل قيمة مطلقة ناقص 6 وتساوي 0. نعوض النتائج المحصلة في المعادلة. عندنا 2 في 1 2 ناقص 8 2 ناقص 8 ناقص 6 ناقص 6 ناقص 6 القيمة المطلقة ناقص 6 هي 6 وناقص 6 تساوي 0. نعوض الآن في النتيجة رقم 2، كنا نعوض هنا بـ7، 2 في 7 14 ناقص 8 واللي هي 6، 6 ناقص 6 وتساوي 0، ومنه نتائج صحيحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.